باشمهندس عادلي، اخد لحضرتك كده لرايك سريعا، هل تفاجأت من اي من الاسماء اللي تم استبعادها من قائمه منتخب مصر؟ لا لا لا، بالعكس بالعكس، لا كان في اسماء ثانيه يجب استبدالها بحاجات من المحليين، لكن خلاص اللي استبعدوا هم الاقرب الى المنطق. بعضهم بديل طبعا ان كان يلاقي فرصه، لكن خلاص هتعمل ايه؟ ما هو كان لازم تستبعد حد يعني. نعم، دي ده حال كرة القدم. يعني انا رايي ان كان يستطيع انه يركز على هو يعني تشعر النظام الناس عشان يستبعده. نعم. يعني ما وربنا يرحمه بقى، احنا مش وقت الكلام والنقد كتير، كل ما نتمناه الخير. اللي انا برضه ما زلت اضع التفاؤل على الاداء بتاع المعدن المصري اللي دايما يبقى ماشي عكس التيار. فاحنا دلوقتي مش كويسين، لا هنبقى كويسين في كاس العالم باذن الله. باذن الله. باشمهندس عادل القيعي، واحد من نجوم قناة النادي الأهلي وأيضا مدير التعاقدات والمشرف العام على التعاقدات في النادي الأهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. خلينا